أدرك الركوع خلف الإمام وركع، هل يكبر تكبيرتين، يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام ويستقيم ثم يقول الله أكبر ويدرك الإمام في الركوع، أم تكفيه تكبيرة واحدة؟ وأيهما شيخي الكريم، هل هي تكبيرة الإحرام أم تكبيرة الانتقال؟ نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، إن لم تكبر تكبيرة الإحرام لم تدخل في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فأنا إذا جئت وجدت الإمام راكعا وأريد أن أدرك الركعة فسريعا أكبر تكبيرة الإحرام ثم وأنا بنزل. لا، في ناس بتكبرها وهي بتجري بيجري والله ما أعرفش إزاي يعني. وأنا بنزل للركوع أكبر تكبيرة الانتقال. طب لو أنا اقتصرت على تكبيرة واحدة ونويت أنها تكبيرة الإحرام فذلك جائز، لأن تكبيرة الانتقال ليست من